حاليا بالتكنيك او بالاندسكوبك سميكوزال ديسكشن احنا وي كان ابروتش ليجنز كبيره في الحجم, ما اكشن مبقاش عندنا ليميت للحجم ده يعني, بكرايتيريا معينه اللي هي بس تنشور ان ذير از نو ديب انفيجن. يعني علاج السمن عموما لازم يتدرج من العلاج الدوائي اللي بيشمل انه ممكن ناخد ادويه او نعمل دايت ومع النشاط الحركي, وده شيء مهم جدا. انما في عيانين بيحتاجوا الى خطوات اكتر من كده. احيانا يكون الكونستيبيشن بسبب الريتبل باول سيندروم, قولون عصبي. انتوا حضراتكم عارفين قولون عصبي في منه انواع, ريتبل باول سيندروم دهريه, ريتبل باول سيندروم كونستيبيشن, او ميكس ما بين الاثنين او انكلاسيفايد. الكبد الدهني زي ما حضراتكم عارفين كان قبل كده بنطلق عليه نون الكحوليك فاتي ليفر ديزيز, ولكن وجد ان هو جوه الميتابوليك سيندروم, يعني اسوشيتد مع الاوبيزيتي, اسوشيتد مع الدايابيتس, مع الانسولين ريزيستنس, مع الهايبر ترايجليسرايديميا, مع اللو اتش دي ال اند هايبرتنشن, فبقى بارت اوف ذا ميتابوليك سيندروم.